شاء الله الله يبارك فيكم، بيت جميل جدا ويختلف طبعا عن بيت عن الاول. من الاول صراحه كان الخشب رايق جدا وما فيش، وكنت حاطه يعني طوب وطينه فوقيه، والنطره لما جت بهدلتني كنت بلم، وكنت قاعده حتى الاوضه تشهد عليا الاوضه دي، لان كنت يعني العيال كانوا نايمين فيها، كنت بلق المطر في الشوطه والله وفي الحلال. لا حاجه نظيفه، حاجه جامده الحمد لله، بقت عيشه حلوه. الاول كانت الميه تنزل علينا ونطر وبوص بينزل علينا، بقت العيشه حلوه دلوقتي عن الاول، بقت حاجه يعني الحمد لله حاجه من 100 فل و10 والله، حاجه ما نحلم بهاش. احسن من ايه اول؟ لا فرق جامد، حاجه نظيفه، سيراميك ونظافه عن الاولاني كتير، بوص وزباله وقرف وفيران ونما اتبهدل، والنطره كانت مبهدلانا ومبهدل حاجتنا ومبهدل عيالنا. شكرا على الشقة الجديدة، احنا طبعا كنا قاعدين في شقة قديمة كانت بتنزل علينا مطرة ومش عارفين نقعد انا واولادي، بنشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني. لا ده في فرق جامد، احنا الناس كانت بتعاني طبعا، احنا كنا قاعدين تحت عفش وطينة والسهاري دي، حاليا دلوقتي بقى فيه مثلا بلاط وفي زواء وفي خشب ومراوح وشبابيك، حياة ما كناش عايشينها يعني، والحمد لله رب العالمين، ربنا يخلينا جمعية الأرمان والتحالف الوطني، وكل محتاجاتنا بنحتاجها طبعا الجماعه بيقوموا بينا، واللي هم عايزينه احنا بيجيبوه لك. هو صراحه حاجه حلوه نظيف، الاول كان التراب بينزل علينا والنطره نزلت علينا. مية مية والله الحمد لله، احنا ربنا كرمنا بيكم والله. الاول كان وحش، ما كانش تقعد فيه، كانت حيطان والشوم مفتحه، وكان السقف عريان والنطره بتغرقنا، وكانت الدنيا بايظه خالص. لما ربنا كرمنا بيكم والله الحمد لله، جمعيه الأرمان تشكر على كل حاجه والله الحمد لله. يعني نحن نشكر جمعية الأرمان ثم التحالف الوطني على فعل الخير. من الأول والله النطرة كانت بتنزل علينا، وكان البيت مش نظيف بالطريقة دي خالص، وصراحة دلوقتي بقى عيشة غير العيشة اللي احنا كنا عايشينها. العيال والله كان بيقولوا لأبوهم هنبيع لنا البيت ده انه مش نظيف، وشوف لنا بيت نظيف غير كده يعني. والله الحمد لله 100 فل و14، ونشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني على الإنجاز اللي هم عملوه. كان يقوي على الريشة، وكانت النطرة دايما نازلة فيه، وما كناش عارفين نقعد فيها، والشمس ضاربة وعفش وكان وحش. أنا أشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني يعني هم كسنا من كل حاجة، والحمد لله يعني احنا راضين باللي ربنا عطانا واسمتنا، بس هم يعني شالوا عننا كتير وشالوا عن جوزي كتير. بنشكر جمعيه الأرمان والتحالف الوطني بانهم ساعدونا، بنشكرهم جدا وبدعي لهم والله، اقول لهم الله يبارك فيكم، الله يكتر من امثالكم. وقفوا معايا في حاجات كتير وساعدوني وكده، كتر الف خيرهم وربنا يكرمهم يا رب. الحمد لله والله فضل ونعمه من ربنا، من جمعيه الأرمان والتحالف الوطني، احنا كنا عايشين تحت السقف بالجريد. عايز اشكر جمعيه الأرمان والتحالف الوطني، عايز اشكرهم اللي هم عملوا معانا يعني. الله يبارك لكم ويزيدكم صحه ويحوش عنكم المرض، يبارك لك ويشيل عن اللي عملت لنا كده. بشكر على جمعيه الأرمان والتحالف الوطني، الف شكر والف شكر لهم يعني. كل جمعيه الأرمان والتحالف الوطني شكر، والرئيس السيسي شكر على الانجازات اللي عملها ببلدنا والخير اللي قدموه لنا والمساعدات اللي قدمها لنا. اشكر جمعيه الأرمان والتحالف الوطني على البيت الجديد اللي عملوه لنا، والله البيت القديم كان ولا يسر عادي ولا حبيب، كان كله تراب وبينزل علينا تراب ومطر وحاجة يعني كانت صعبة، كانتش عيشة والله. الحمد لله رب العالمين، أي مساعدة بنطلبها ما بيتأخروش عننا فيها. بفضل ده كله ده عاوز أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون معانا على كل حاجة عملها لنا حلوة، ومرحلة وهتعدي الأزمة اللي احنا فيها وهتعدي. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فعل الخير برضو وجزاه الله خير، وصراحة على كل اللي عملوا معنا برضو، وعلى المن وعلى حمل تقيل، بس هي أزمة إن شاء الله وربنا يعدها والله ما تفضلش كده إن شاء الله يعني. وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا عارفين إن الوقت صعب، وبإذن الله إحنا وراك يا رئيس. بقاله شهرين كده، سلم من الاسبوع الجاي ان شاء الله. كان ببوس ومسقف يعني بخشب وكده بسيط يعني. بشكر جمعيه الأرمان والتحالف الوطني وسياده الرئيس على المجهود اللي هم عملوه ده. عروسه لابسه طرحه جايه لينا من بعيد. لو اتكلمنا على الاعداد اللي هنقول
ما يقرب من حوالي 700 وحده سكنيه تمت خلال السنه دي طبعا بالتعاون مع التحالف الوطني. النهارده ان شاء الله احنا بنجهز لعدد 50 منزل هيتم تسليمهم باذن الله خلال الايام القليله القادمه. طبعا دي كانت تكمله للمرحله 150 منزل في نفس المركز مركز الوسطى. سلمنا بفضل الله وتم الانتهاء منهم ل 100 وال 50 دول خلاص بعد ايام قليله جدا ان شاء الله هيتم افتتاحهم وتسليمهم للعدد ال 50 اللي موجودين في القريه بتاع قريه كومدريجا مركز الوسطى. كل ده بيتعمل توجيهات تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهوريه. جميع الاعمال وجميع وطبعا احنا عايزين نتكلم بس تسليط الضوء ان تم تسليط الضوء على الفئه الاولى بالرعايه وطبعا دي كانت توجيهات من الرئيس بالتعاون مع الجمعيات الاهليه والتحالف الوطني. في جمعية الأرمان بنفتخر إن احنا عضو مؤسس من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مية نظيفة، سكن نظيف، كل دي ملفات التحالف الوطني بيشتغل عليها من خلال أعضاء التحالف الوطني. محافظة بني سويف آخر حاجة وتحت إشراف طبعا وزارة التضامن الاجتماعي سلمنا 150 منزل، بنستهدف السنة الجاية إن شاء الله تقريبا 5000 منزل هيتم إعادة تأهيلهم وفرشهم للأسر الأكثر احتياجا. التحالف الوطني من خلال اعضائه بيشتغل كمان على ملف مهم جدا هو ملف التمكين الاقتصادي. مش بنقول احنا هنساعد الناس ونديهم كراتين ولا نعمل لهم كشف طبي بس وخلاص او نديهم مواد غذائيه او 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 بطانيه او كلام ده، لا احنا لازم الناس تشتغل ونقضي على جزء كبير من البطاله الموجوده من خلال توفير مشروعات صغيره للاشخاص المستفيدين من هذه المشروعات. مشروع بيتسلم للمستفيد بيوفر على الاقل فرصتين لثلاث فرص عمل، سواء كان صنعه او ورشه او كشك او راس ماشيه ايا كان. وبنوعدكم ان شاء الله ان المجتمع المدني سيظل بخير من خلال التشاركيه والتكامليه ما بين اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.